الدنيا سافرة كتير وبنصحي، وبما إن الموضوع ده سهل شوية وأنت محتاج تجيب صعاب يعني سهل بشكل أسهل شوية في الموضوع ده في المكان ده أساسا. أنا بس مش فاكر أنا كنت ليكم مسألة واحدة في الموضوع ده ولا إيه يا شباب؟ مسألة واحدة بس يعني فيها رقم كده 14 دي ما خدناهاش لسه. المثال المحلول يا شباب يكون 14 صفحة 137، المثال ده احنا خدناه مرة قبل كده، هو بس بيكرره تاني علشان يقول لك إن احنا ممكن نحل نفس المثال ده بالطريقة اللي هي الثانية اللي هي بتاعت الإسلامية السنتر زيرو إيه كيلوس، هو نفس المثال بالظبط مش مغير فيه أي حاجة، مجرد بس إن هو عايزك تحله بإيه؟ بطريقة جديدة. هنقول لك المسألة إيه؟ الشكل اللي جمع الصبورة دوت، هذا دوت اللي هو بتاع الشكل اللي موجود جوه العربية أو موجود جوه موتور العربية، إحنا كنا بنتعامل عليها قبل كده بفكرة إن هو بيحول الحركة بين دورانية مثلا بين فقرية أو العكس، لو أنت حبيت يعني الحركة الفقرية حركة إيه؟ وحركة دورانية. قول إن إحنا عندنا النقطة الأولانية اللي موجود فيها شباب دوت المنظومة دي بي اللي هو منبر متثبت عند نقطة إيه؟ استقلال بينه، يعني المنبر ده بيدور حوالين نقطة ثابتة، وده بيبقى المنبر المهم معايا في المسألة اللي هو يعني بيدخل لي المسألة بشكل كبير. ولكن في منبر تاني اللي هو سميناه بي دي اللي هو داخل عند البسط من جوه اللي هو الحركه بتاعته الحركه الافقيه يعني. المنبر التاني اللي هو قال لي الزاويه الميل بتاعته بيبقى الاقوام دي 3 وده 8 زاويه الميل ده هي في اللحظه اللي هنحل عليها تساوي 40 درجه. يكون كراك اي دي كراك اسمه اي دي اللي هو الشباب بتسيرش سيستم اوف اكزامبل 2/6 على نفس المثال اللي احنا عملناه قبل كده 2/6 شو في جو هاز كونستانت كاونت كونستانت كلو وايز فيلوسيتي اوف الفيل انكلوجن ده ان هو دي اوميجا واوميجا كمان ثابته. الفكره ان الاوميجا ثابته ان احنا لو هنشتغل على الفول باور اللي هو النهارده ان شاء الله هنبدا فيها برضه تبقى الارم بتاعت الجيم دي في الحاله دي بتساوي كام يا شباب؟ بتساوي صفر. الاوميجا اي دي بتساوي الفيل انكلوجن ده فانا احنا هنضربها تديني غاية على 60 عشان احنا قلنا الرزق المستحيل هنطلع مع ان تيجي 9 و 4/10 زي دي الرزق بكام اللي بيقول فور ذا كراك بوزيشن شو المحصل اللي اتدرب على الاسبوع اللي هي كسر خليكم فاكرين كويس ان احنا دايما لما بنيجي نحل المساله بنحلها عند محصه واحده بس لان احنا لو غيرنا المحصه دي كل حاجه هتتغير معانا في المساله نقصد يعني لما تبقى تساوي دي تساوي كام؟ 40 درجة، تبقى تساوي دي تساوي 40 درجة. دكتور مونز قال له أنا آسف على رقم سنة تاني. سواء نفس الموضوع يعني. دكتور مونز 10 هو نفس الرقم ونفس كل حاجة. صفحة كلها صعبة. هنحل نفس المثال كمان شوية النهاردة لو هو نجح إن شاء الله يعني هنحله على سيميليشن. لو نفس المثال يقول نفس الكلام بالظبط يعني نفس الكلام. الكلام بالنسبة لي دي هاز كونستانت بلو وايز بلوستي الفيلم بلو جان بلو جانيت هو زي كاين بوزيشن اندكيتد ذا موين احسب لنا حاجتين ذا انجلر بلوستي وذا بوليت بلو بي دي الاوميجا بتاعت البي دي بتساوي كام وكمان The velocity of the disk will be how many times? So I can see the same motion. جنرال بلين موشن مش ده اللي بيتحرك جنرال بلين موشن ده اللي بيتحرك جنرال بلين
بس كده، انا عارف كمان ان الجي بي كمان يكون يساوي ار، بس الار بتاع الاي بي ده افتكره كويس، فده هو كان اي بي. قطعه بتساوي 3 2 9 و4 10، قطعه بتساوي 628 من 10 انش بس. ماشي الحال. دي أول حاجة موجودة عندنا اللي هي الجي بي. الحاجة التانية اللي هي أنا عارفها كمان بقى على المنبر الثاني اللي اسمه دي هي شباب، اللي هي اتجاه سرعة الدي. أنا عارف يا شباب كمان اتجاه سرعة الدي، الحاجة اللي أنا عارفها اللي هي أكيد الدي دي لما تتحرك هتتحرك لليمين. طيب اللي بيستطيع يسيطر عشان أحدد الاتجاه بتاعه ويستطيع يروح اللي هو كان حاجة أربع حاجات، تبليل أربع حاجات تبليل معايا. الحاجة اللي موجودة معايا دي أنا عارف سرعتين موجودين عليه. بس السرعتين دول ها نون بلدي، نون بلدي، الاثنين مش متوازيين، اللي هم لو كانوا متوازيين كانوا بيوديني الحالة رقم 3 والحالة رقم 4. ففي الحالة اللي هم الاثنين مش متوازيين، تبع مين يا شباب؟ باخد عمود على الأول ها؟ وآخد عمود على الثاني. لما يجي ياخد عمود على الأول على الدي دي يطلع فوق هنا كده. هو ده العمود. طيب لما اخد عمود على الدي بي اوصل الدي بي على سطح ثلاثة يعني شديد يحمل على الدي بي يا شباب، فانا لو خدت عمود اوصل الدي بي على سطح ثلاثة كده ده العمود الثاني، ولا ان الاثنين يعني يتخرجوا فوق عند النقطة دي. هي دي النقطة اللي احنا هنسميها ايس. النقطة اللي اسمها ايس كمان مع بعض يا شباب دي وكأنها ايه؟ دي وكأنها نقطة ثابتة والمنبر كله ها بيدور حواليها. هستفيد منها ايه؟ ان سرعة اي نقطة على المنبر تعجبني بتساوي وضعها على الاي سي الموجة بتاعت المنبر. سرعة اي نقطة تعجبك على المنبر يا شباب تساوي ها بعدها عن الاي سي ده هو فين؟ في الموجة بتاعت المنبر. طيب احنا بس علشان نثبت المسألة معانا شوية هنكون محتاجين شوية بقى زوايا وشوية اطوال. يعني طول ده كام؟ طول ده كام؟ طب هو احنا محتاجين نحسبها علشان نعرف نحل المسألة بتاعتنا، فمحتاجين فيها شوية زوايا، الزوايا الموجودة معانا نقدر نجيبها ازاي يا شباب؟ مبدئيا يعني محتاجين لك كده زوايا موجودة كام؟ طيب زميلكم بيقول لنا في زوايا باينة أوي دي خليكم تاخدوا بالكم تقدروا تجيبها بحسب. كده يا شباب عندك القانون ساين 8 على ساين 40 تساوي 3 على ساين 100 كنت بتجيبها قبل كده فعلا. هي على فين ال 13 و 9 من 10 على ما افتكر يعني.
ساين 50 بيساوي بعد البي يعني انستنتينس تايم كونشنال. ممكن تسميه اي حاجه، اي حاجه انت عايز تسميها مثلا، ممكن تسميها مثلا ار دي بالنسبه للاي سي، او تسميها اي حاجه زي مثلا داكس وده ولا اي حاجه، اي اخبار او داكس تسمي ده ايه؟ تسمي ده ايه؟ سميهم اي حاجه عشان مش فارقه معايا. ارفع معانا الكلام ده بيساوي ايه؟ على ساين 76 واحد من 10 بيساوي ايه؟ على ساين 53 و 9 من 10. وسطين في طرفين ده تقدر تجيب قيمة الايه؟ تقدر تقليل قيمة الايه؟ الكلام ده هيبقى معانا ببساطة. Gracias.
مصرية. جوز الغرب مصريين معناها ان هي السر اللي فوق بياخدها معاه وتحت كمان بياخدها معاه، السر بيلففوها يعني. بيترمونز قال له لو بص في جوز سلندر يحسب ان انا لو بص بتاع سلندر ده يا شباب ممكن يبقى سايب كام؟ كمان قال لو بص في سنتر سي ات ذا انستنت شو، وكمان احسب لنا السرعه بتاعه السي اللحظة اللي قدامنا على السطور. يا ترى سرعة السي هنا يا شباب تطلع بتساوي ار فورمولا، بس الار اللي هي الفورمولا مش احنا اتكلمنا عن نقطة سي قبل كده وقلنا ان هي خاصية ثابتة اللي هي كانت سرعتها بتساوي ار فورمولا اللي هو كان وراها من ار فورمولا. ينفع الكلام ده في المسألة دي يا شباب؟ لا لا، الكلام ده في المسألة دي مش مظبوط لسبب بسيط، ان الارض ما هياش ثابتة. لما كنا عملنا الاشتقاق قبل كده شباب كنا عملناه الارض دي كانت ثابته، انما المره دي لا، الارض ما هياش ثابته، فساعتها ما ينفعش حد يقول على طول من البدايه كده بسرعه السي عارف قيمتها وتساوي ها ار تساوي ار. طيب تعالوا نبدا نحل المساله بتاعتنا ديت، واحنا عايزين نحلها باستخدام موضوع المستنطنيه السابقه. عشان نحلها باستخدام المستنطنيه السابقه قلنا ان احنا علشان يبقى في معايا سرعتين متوازيين يا شباب قلنا هناخد الاول عمود على السرعتين اللي هو الخط المرسوم قدامك ده اللي هو اي بي، وبعدين هنوصل بالحياه السرعتين المنظر ده كده. نقطه تقارب الاليات هي دي الاي سي، هي دي شباب المستنطنيه السابقه. هو ده طول لطول اللي هو ايه اللي هو بيتم قيد هاي طبعا جدا، بس انت عارف يعني ايه شعاع ممتد لما لا نهايه؟ ممتد لما لا نهايه كاتجاه، انما كماجنتيود هي السرعه هنا بتساوي ما لا نهايه؟ لا طبعا. لا قيمه اللي هي بتساوي ربع متر بس. طيب يا شباب هو ده الاستنتاجيه السنتر بتاعنا في المساله، واحنا محتاجين نحدد هو مكانه فين علشان نبدا نجيب سرعه او نجيب الاول الاوميجا، وبعد ما اجيب الاوميجا اقدر اجيب سرعه السي ازاي؟ طبعاً سرعة السي ازاي يا شباب؟ أقول إن هي بتساوي سرعتها بتساوي الأوميجا بس بعدها عن بي هنستنطنيه السنتر. فأنا هنا بس محتاج إن أنا أحسب البعد الشمالي بتاع بي سنتر. فإحنا عايزين نستفيد من المعلومات اللي موجودة معانا في المسألة يا شباب. المعلومات اللي موجودة معانا في المسألة اللي هي سرعة الـ إيه وسرعة الـ إيه؟ هي سرعة الـ إيه بتساوي كام؟ أوميجا بعدها عن الأي سي أو سرعة الـ بي أوميجا بعدها عن الأي سي. فتعالى ناخد بقى احوال كده نقول مثلا على سبيل المثال هو كان عم يقول ده بسبب المسافه دي اكس هي الكبيره دي، مفيش مشكله انا شايف ان دي مجموعه تكون مناسبه اكتر احنا نسميها اكس، بس مش تفرق معانا حاجه انا بس هكتبها اكس زي ما هو كاتبها في الكتاب علشان ناخد نفس المعلومات اللي هو كاتبها. هو سبب المسافه دي اكس. طيب ليه كده؟ الكلام ده طبعا اكس صح؟ بص القطر هنا بيساوي كام؟ هي 25% القطر كله بيساوي ربع، يبقى المسافه اللي هي ربع ناقص اكس. ويبقى دلوقتي المعلومه الاولانيه بتقول ان سرعه الايه اللي هي بتساوي 25% شبه بتساوي 25% ناقص اكس مين؟ الاوميجا 25% ناقص اكس في الاوميجا. المعادلة دي فيها معادلتين، محتاج معادلة كمان اللي هي سرعة الـ B هي بتساوي 4 على 10 اللي هي بتساوي 6 في الـ 1. طيب المعادلتين اللي جابها على السؤال دلوقتي طبعا انا هنحلهم نقدر نحلهم شباب هنعمل ايه؟ اسم المعادلتين الأربعة هل هو سهل يا شباب اسم المعادلتين الأربعة؟ طيب لما نسم المعادلتين الأربعة مثلا على سبيل المثال 4
وكانت معايا وقف على المقياس اللي هي بس بنز بي. كنا بنقول ان النقطه اللي على المحيط دي يا شباب يبقى ليها سرعه مستويه وعجله مستويه. كانت السرعه المستويه ليها مركبه واحده بس اللي هي كانت في اتجاه المماس كانت بتساوي ار اوميجا. انما لما كنا بنيجي نتكلم عن الاكسليشن بتاعها كان ليها كام مركبه؟ اثنين. ده انا عايز اثبته دلوقتي يا شباب. ليها مركبتين، واحده في اتجاه المماس واحده في اتجاه النورمال العمودي عليه يعني. فكنا بنقول ان انا معايا مركبتين دلوقتي، واحده اسمها اي بي في اتجاه التنزلت ودايما في اتجاه دوران الالفا، يعني الالفا لو كده يا شباب يبقى هي اتجاهها لفوق مع الالفا يعني، ولو كانت الالفا لتحت يبقى هي في المماس بس الفين لتحت على حسب عالم الساعه وعكس عالم الساعه. وكانت دي مركبه ثانيه دايما اللي هي داخله السنتر، دي مالهاش بقى اتجاه مع الاوميجا ومع الالفا يعني، هي دايما داخله لمحور الدوران او سنتر الدوران يعني، اللي احنا كنا بنديها الرمز اي بي نورمال. وكانت دايما الاي بي تانجنت بتساوي تكريم ار في الفا، بعد نقطه دي مركز الدوران في الالفا بتاعت الجسم. وكانت الاي بي نورمال تساوي ار اوميجا تربيع، تساوي ار اوميجا تربيع اللي هي تربيع على رو، والفي تربيع اللي هي ار تربيع اوميجا تربيع اللي هي قسمها تاني على ار وفي ار اوميجا تربيع. هما دول كانوا مركبتين بس كانوا واحده في اتجاه التانجنت واحده في اتجاه النورمال. انا بثبت المعلومتين دول دلوقتي عشان انا هستخدمهم حالا دلوقتي يا شباب، اللي هي هناخد المثال المشهور اللي احنا اتكلمنا عنه كتير قبل كده اللي هو أنا بدأت أكره المثال ده. لو عندي ميمبر اسمه إيه دي، الميمبر اللي اسمه إيه دي ده يكون حاول إن هو بالنسبة للتحرك جوه السلوك دي هتتحرك لفوق ولتحت بس، ودي هتتحرك جوه السلوك الأفقية دي هتتحرك يمين أو إيه أو شمال، بمعنى إن دي لو اتحركت لتحت دي هتتحرك يمين دي لو اتحركت لفوق ودي هتتحرك لفين؟ للشمال. أول حاجة بدأت بيها معاكم قلت لكم إن الحركة بتاعت الإي دي ديت شباب جنرال بلين موشن، لأن هي مش دوران حوالين نقطة ثابتة. قلت لكم إن هي طالما جنرال بلين موشن يبقى فيها حاجتين اللي هما انتقال ها؟ ودوران. انتقال ودوران. لما جينا نكتب سرعة البي بالنسبة للبي فكرتم بس عشان أنا هعمل نفس الكلام دلوقتي على الأكسليشن يا شباب. افتكروا كده يا كويس. سي إيه اللي أنت عارفه؟ كنت بتقول لي ان البي دي كمكتور تساوي في ايه ده مكتور، بس خد بالك من حاجه، البي ايه كفكتور دي كانت مركبه الانتقال، كانت مركبه الانتقال يا شباب لما رسمتلكم الرسمه وقلت لكم وانا حيل يعني تاني، الايه نزل لتحت كمان ها؟ البي نزل لتحت، وعلشان نرجع البي مكانه قلت لكم ان احنا هنثبت الايه ونبدا نعمل ايه بقى في البي؟ ندوره، فالمركبه اللي جايه ديت ناتجه عن دوران، احنا سميناها بي بي بالنسبه للاي. وكانت مركبه واحده بس لان سرعه في دائره الدوران كان ليها مركبه واحده بس. دوران كان ليه سرعه يا شباب؟ مركبه واحده بس، وكان دايما اتجاهها في اتجاه المماس اللي هو عمودي على الممبر اللي اسمه بي اي. كان اسمه عمودي على الممبر اللي اسمه بي اي، احنا سميناها بي اي يا شباب. هنعمل نفس الشغلانه النهارده ونقول ان الاكسبريشن بتاعت البي بس هديها شرطة كده شباب عشان تبقوا عارفين ان هي فيكتور. السيشن بتاع الاي دي عباره عن فيكتور. بتساوي الاكسبريشن بتاعت الاي كفيكتور اللي هي جايه من الانتقال. هي جايه شباب من ايه دي؟ من الانتقال. زائد متوقعين دلوقتي الدوران يديني كام مركبه؟ اثنين بقى مش واحد. لان انا لما كنت بتكلم عن دروس في عمارات البي دي اللي هي بتاعت الدوران يا شباب كان ليها مركبه واحده بس في اتجاه المماس. انما هي ليها كام مركبه بقى الاكسلريشن؟ اثنين. فالناتج دلوقتي ان انا هكتب مركبتين الاكسلريشن مش واحده بقى. اللي احنا هنسميها سرعه او الاكسلريشن بتاعت البي لما تروح حوالين الاي في اتجاه التانجنت. الاكسلريشن بتاع البي لما يدور ها حوالين الاي في اتجاه التانجنت. ودي يبقى اتجاهها فين يا شباب؟ عمودي على نص الكوب. هنا
بعدها عن نقطة ايه مضروبة في الألفا بتاع الميجا اللي هو انا اتكلمت عليها دلوقتي كده يا شباب. ما هياش بنت رجعي لان انا راسم الرسمة قدامكم باتجاه الجنب مع الرسمة ده هي بتساوي ال اي دي في الألفا بتاعت الميجا. طيب انا خليني خدتها لفوق شفت كده ليه ما تحت على حسب اتجاه الألفا. على حسب اتجاه الألفا بتاعتك يا شباب يعني انا مفروض في الألفا بتاعتها كده ماشي. طيب لسه في مركبه كمان اللي هي بتاعه النورمال اللي انا هسميها اي جي بالنسبه للاي نورمال ودي بقى اتجاه فين؟ رايح لسنتر الدوران من النقطه اللي انا بشتغل عليها رايح لسنتر الدوران يعني اللي هي رايح من ايه لفين؟ من البي للاي هنا كده. ده اتجاه النورمال وقيمتها بتساوي وعدها عن الـ AB بس في الأوميجا تربيع. وعدها مضروبة في الأوميجا تربيع 10. طيب المعادلة معايا المرة دي على السبورة برضه يا شباب بيطلع فيها كام معادلة؟ 2 لأن أنت شغال دلوقتي ريكورد فمعاك اتجاهين أي والجي معاك اتجاهين أي والجي بيطلع معاك كام مجهول في المعادلات ديت؟ مجهولين في إدارة الجهد. اللي أنا شايفه إن مفيش اختلاف كبير ما بين السرعة والعجلة. الاختلاف بس فين يا شباب؟ ان انت بدل ما كنت بتحط مركبه واحده بس في اتجاه التانجنت هتحط مركبتين واحده تانجنت واحده نورمال. هتبقى بس عايز تعرف اتجاه التانجنت فين اللي هو عمودي على نص القطر والنورمال اللي هو رايح من ايه لفين؟ من البي للبي. ودي تبقى قيمتها الفا الفا ودي قيمتها الفا اوميجا تربيع. يفضل بس ان دول ليهم اتجاهات يا شباب والاتجاهات هنجيبها من الرسم بعد كده. ده هيتحلل على اي وجي كده على اي وجي وده برضه دوت على حسب يعني الاتجاهات بتاعتهم هيتحللوا على مين على اي وجي يطلع معانا بعدتين في مجهولين نقدر نجيب المجهول اللي هو عايزها في المسألة. دي طريقة هنحل بيها المسائل بتاعت الاكسليشن يا شباب ونقدر نشرح بيها اللي هي بتاع موضوع الريلاتيف موشن اناليسيس. ما فيش عندنا موضوع الاستراتيجيس ايه؟ ما فيش عندنا موضوع الاستراتيجيس سنتر ده موجود بس فين بقى؟ في السرعة بس. ما موجودش في السرعة بس يا شباب. طيب تعالوا نبدأ ناخد ازاي؟ السنتر بتاعه هذا في الوسط 1.2 متر في الثانية، هتلاقي الاكسلريشن 3 متر.